مرحبا بحضراتكم مشاهدينا الكرام مرة تانية. العالم دلوقتي بيعيش انفتاح إلكتروني عالمي، وده يعني سلاح ذو حدين بكل تأكيد، بنستفيد منه من جهة، لكن من جهة أخرى في يعني شائعات بتنتشر، في فتاوى مغلوطة بقى، مش كل شخص، لكن في ناس من ثقافات مختلفة كل واحد بيحلل ويحرم على كيفه أو من مرجعيته الخاصة بدون الرجوع للمرجعية الدينية. النهاردة هنتكلم عن دور الأزهر الشريف في زيادة الوعي الديني والثقافي عند الشباب خصوصا، وتحديدا بقى نروح لهم في ملعبهم وهو الفضاء الإلكتروني، بدل ما نكلم الشباب من خلال الطرق التقليدية. الأزهر راح للطريقة اللي الشباب بيقضي عليها معظم أوقات يومه، وهو مواقع التواصل الاجتماعي، الانترنت وغيره. ازاي بنوصل للشباب؟ كمان بيروحوا للشباب في المحافظات المختلفة في المدارس والجامعات، وبيعملوا يعني دورات تدريبية كمان لشباب كتير علشان يرفعوا درجة الوعي الديني والثقافي. هنتكلم عن الموضوع ده تحديدا يعني باستفاضة أكتر مع ضيفنا اللي مشرفنا النهاردة، الشيخ محمد العماوي، عضو مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم وصباح الخير. ونبدأ طبعا، دور الأزهر في نشر الوعي ده دور مش محتاجين إن احنا نتكلم على أهميته ولا على إن هو الدور الأول، وخصوصا في ملف كل ما يتعلق بالفتاوى والملفات الدينية بشكل عام. لكن خلينا نتكلم على الوحدة اللي حضرتك عضو فيها، من مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية، بتوصل للعديد من الشباب، فأكيد في مجموعة زي ما بنقولوا كده على أولويات الاهتمام من القضايا اللي بتبقى مهتمين بها الشباب، وبتهتموا إن أنتوا تركزوا بنشر الوعي فيها. إيه أهم هذه القضايا؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، اولا بدايه ارحب بحضرتك. اهلا بحضرتك. حضرتك بالساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. هو بدايه نتكلم عن المركز الازهر العالمي ككل. هو انشئ عام 2016 برعايه كريمه من فضيله الامام الاكبر شيخ الازهر الشريف الامام احمد الطيب عام 2016. والمركز في اساسه يقوم على اربع ركائز اساسيه. الركيزه الاولى التفاعليه، ودي عندنا في قسم خاص اسمه قسم الفتاوى الهاتفية. الفتاوى الهاتفية تتلقى الاتصالات على 19906 دائما للرد على الفتاوى التي تتعلق 19906. ده قائم دائم العمل على مدار اليوم في المركز ده، في إدارة التفاعلية، الركيزة التفاعلية، أو الرسائل النصية على صفحة المركز باسم المركز، أو على موقع المركز أيضا على الموقع الإلكتروني. طيب، في بقى ركيزة أخرى وهي الركيزة المجتمعية، ودي اللي حتى دايما بتكلمي فيها، اللي هي الانتقال إلى أرض الواقع والجامعات والمدارس وجميع المحافظات، وعندنا يعني دورات تجوب كل المحافظات الآن للتوعية الشباب، وكذلك التوعية الأسرية. أيوة، التوعية الشباب في أكيد قضايا مهمة، وهو ده كان سؤالي لحضرتك، في أكيد قضايا مهمة هي اللي حاضرة دلوقتي إن إحنا نخاطب بها الشباب. إيه أهم هذه القضايا اللي محطوطة على أولويات المركز؟ نعم، هو في بداية الأمر القضايا الأولى هي يعني الدعم النفسي للشباب، يعني وضع الثقة وإعادة الثقة وبناء الثقة في كل شاب. ليه؟ لأن إحنا الشباب في فترة يعني الآن أحيانا بيجي لنا شباب كتير جدا فاقد الثقة حتى في نفسه. وفي عندنا يعني إحنا قائم منهج نبوي شريف في يعني بث الثقة دايما في نفوس الشباب، منها يعني توظيف الطاقات، منها الدعم النفسي النبوي الشريف دايما للصحابة، وكلامه معهم عن النفس والبيان احتياجاتهم والكلام ده كله. فأنا عندي الشباب هو الأولوية الأولى عندنا في المركز في الدعم النفسي، وعشان كده عملنا وحدة اسمها عندنا وحدة بيان. وحدة بيان دي للرد على الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالشباب اللي تدور في ذهنه دائما، يتكلم فيها بقى عن الكون، عن الحياة، عن الآخرة، عن كل ما يتعلق بهذه الأمور التي تشغل دايما ذهن الشاب. بخصوص الدعم النفسي، يعني ما قبل ما حضرتك تقولهم كلهم هتوقف عند النقطة دي. فضل. بخصوص الدعم النفسي للشباب، لو شاب أو فتاة مقبل يائس من حياته ومقبل على إنهاء حياته وتواصل معاكم، بيكون ردكم عليه؟ هو يا فندم في عدة أمور أو مراحل بيمشي فيها مع الشاب. الشاب لو هو أسئلة
موجزة وأسئلة سهلة جدا، بيكتفي هو بالاتصال بالمركز وبنرد عليه، ممكن يظل الاتصال ساعة أو ساعتين شاب يتكلم ومفيش حد يقطعه، وناخد ونرد عليه ونسيبه يسأل ويتكلم ويقول اللي هو عايزه ويناقش فيه. طيب لو لم تكفي هذه المكالمة فالرد على كل الأسئلة وإزالة الإشكالات اللي في دماغه والرد عليها والبحث فيها، لا نقول له تعالى المركز ونجلس عنده معانا في قاعة مع المتخصصين مننا، فالرد على كل أسئلة ممكن يجلس معانا طول اليوم ويظل الأمر ليلا كمان براحته خالص لإدراك الأمر اللي هو فيه والمناقشة معاه والدعم النفسي له والكلام فيه أي حاجة وعايز يتكلم فيها كمان في الجانب ده. نعم يعني دايما لما انا اسفه المقاطعه مره ثانيه، لما بنشوف رساله مثلا شخص بيقول مثلا انا هنهي حياتي انا هنتحر، فبيكون الرد من جموع الشعب من الناس اللي هم مش متخصصين دينيا الانتحار حرام ونقطه، محدش بيقدم مساعده حقيقيه للشاب او الفتاه عشان يعني يعزف عن هذا الفعل. هو ده بقى اللي احنا كدوركم كازهر بقى ده اللي احنا بقى قائمين عليه الان اللي هي ايه الوقايه، الوقاية الأولى إن أنا دايما بعمل عندنا في المركز قائمة الآن في دورات في المركز للشباب وكذلك في كل المحافظات، متخصصين في كل أسبوع في كل محافظة، الجلوس مع الشباب في الجامعات وكذلك في الأماكن العامة والمراكز الشباب وغيرها للحديث في كل ما يشغل الأذهان للشباب. فده في الركيزة اللي هي المجتمعية اللي أنشأنا فيها وحدة بيان وكذلك وحدة الدعم النفسي التي تتلقى الأسئلة والاستفسارات دائما من الشباب مفتوحة على مدار اليوم. طيب في عندنا ركيزة أخرى هي الركيزة التثقيفية التي تتعلق بالنشر والتواصل الإلكتروني. احنا عندنا دائما في مواكبة للأحداث الموجودة في الواقع وما تعيشه الدولة المصرية، فبالتالي دائما المركز عندنا دائما يعني مرتبط بالأحداث وينشر مقالات وكتب وكذلك أمور تتعلق بالواقع، كل ده على صفحة المركز أو الموقع الإلكتروني. طيب في عندنا الركيزة الرابعة اللي هي الدعم. الدعم ده يعني الدعم البحثي ما يتعلق بالنشر الكتب والمقالات، وعملنا أكثر من كتاب، دليل الحج والعمرة، دليل الصيام، دليل المسلم في رمضان، كل ما يتعلق بشؤون الإنسان في حياته نكتب فيه أبحاث وكتب و تنشر للعامة. فدي الركائز الأربعة الأساسية التي يقوم عليها المركز. طيب والمركز يمتاز بأن أغلب العاملين فيه إن لم يكن كلهم بفضل الله من الشباب، فإحنا مش عايشين بعيد جدا على الشباب، دي لا إحنا كلنا شباب بتتكلموا بلغة الشباب، بلغة تقدروا يبقى الشباب في تواصل بنعيش مستمر معهم. أنا أفهم دماغ الشاب لأن قريب منه في السن، ما يجيش يقول لي أنت في جيل قديم ما أنتش فاهم أنا فيه، لا إحنا عايشين معك وفاهمين كل التداعيات وبنرد على كل الأسئلة ومفيش عندنا سقف في الأسئلة معينة. طب إيه أغرب الأسئلة اللي حضرتك ممكن تكونوا بتتلقوها من الشباب؟ بتدور حوالين إيه؟ هو المسألة مش تتعلق بقدر أنه أغرب سؤال، لا هو أصل المسألة نسبية، مش السؤال الأكثر حضورا يعني تفاوت بين شخص وبين ماشي. شخص آخر الأكثر حضورا اللي دايما الشباب بيسألوا فيه، اللي دايما يعني يعني الشباب اللي هو حاسس بعدم الثقه في النفس والياس من كل شيء. يعني في شباب بيتصل احيانا يقول انا مش عارف اعمل ايه في حياتي، انا يائس من كل شيء، ما عندوش ثقه في اي حد ولا في نفسه هو حتى. فده دايما عشان كده ده برضو اللي انا قلت عليه ان احنا عملنا وحده الدعم النفسي وهي قائمه للرد على هذه الأسئلة دائما من الشباب. أنا كمان في سياق حديثك اتكلمت على الأسرة و نعم. بتوعوا الشباب ببناء الأسرة وأسس بناء الأسرة المصرية. نعم. إيه أبرز الموضوعات اللي بتناقشوها مع الشباب سواء بقى إلكترونيا أو حتى في جولاتكم في المدارس والجامعات بخصوص أسس الأسرة المصرية؟ نعم، في بقى قسم عندنا خاص لهذا الأمر اسمه قسم التوعية الأسرية. نعم. والقسم ده قائم على عدة أمور، منها في وحدة اسمها وحدة لم الشمل. وحدة لم الشمل دي المرحلة اللي بعد الزواج، اللي الشباب بعد ما تزوج وحدث مشاكل بينه وبين زوجته أو في الأسرة، فحتى لا تقتصر الأمر على الزوج والزوجة فقط، لا إحنا عندنا كمان مشاكل أسرية عموما، يعني لو بين أب وأولاده، بين الأعمام، بين أي شيء مشاكل، سواء ميراث، سواء أي مشاكل تتعلق بالأسرة عموما بتقام عندنا في هذه الوحدة. والوحدة يعني تلقت أكثر من 100,000 حالة أو يزيد عن الحالات دي، وعندنا كشوفات. بس بتتعاملوا إزاي مع الموضوعات أو الأسئلة الجدلية؟ يعني في أسئلة جدلية
وبما اننا بنتكلم عن الفتوى الالكترونيه، السوشيال ميديا طول الوقت، مواقع التواصل الاجتماعي طول الوقت بتثير موضوعات جدليه فيما يخص العلاقه بين الزوج والزوجه، الاقارب، الاهل وما الى ذلك. واحده من الحاجات يعني اللي خطرت في بالي دلوقتي ضرب الزوجه بالسواك، يعني دي واحده من الحاجات الجدليه. ايه تاني موضوعات جدليه بتتسالوا فيها وانتم بتبقوا حريصين ان انتم توضحوها لجمهور السوشيال ميديا؟ هو الامر يعني المسائل الجدليه التي تتعلق بامور الزواج هي احيانا بتبقى مجتزئه او مقتطعه من سياقات معينه، فبالتالي يتلقفها الناس بدون يعني صحيح. ادراك عشان كامل كده يجي دوركم للنص طبعا. للنص او لكلام المفتي او للفتوى او للبحث الشامل. فاحنا دورنا احنا بقى في المركز ان احنا بنبين الكلام ده كله، واحنا في عندنا اصدرنا عده مقالات كامله في عدة أمور تتعلق بالواقع موجودة إلى الآن على عندنا على الموقع وعلى على صفحة المركز، اللي هي زي صلاة المرأة في الشارع أو الصلاة الاختلاط بين الناس في صلاة العيد بين الرجال والنساء. كل المسائل دي تكلمنا فيها وبينا فيها بيانات ونزلت على صفحتنا وكنا مكبين الأمر وتكلمنا فيها بالتفصيل عظيم. في شأن هذه الأمور. الفتاوى الاقتصادية بالتأكيد برضو من الحاجات اللي بتبقى حاضرة. نعم. بيبقى فيها العديد من الأسئلة، وخصوصا يعني فترة من الفترات كان البعض يعني طبعا ما اعرفش لكن بيقولوا بحرمانية ان انا اشتري حاجة بالتقسيط وان دي معاملة ربوية، ويمكن كان في فتوى مؤخرا طلعت وهو جواز شراء الحاجات بدل ان هو في القسط ثابت والمدة محددة وكل ده. فأهم هذه الفتاوى والقسم ده مدى أهمية او الناس بتقبل عليه قد ايه؟ نعم، ولا شك ان هو قسم مهم لانه يتعلق بالمعاملات اليوميه للناس. لكن مساله القسط اصلا يعني انا لا اعلم احدا من الفقهاء يعني حرمها، يعني الا من شذ. لا والله انا سمعت بودني بس يعني ما لناش دعوه. اللي هو ما هو ما انا قلت الا من شذ، يعني هو اللي يشذ ده اسمه فقه اعوج عندنا. احنا عندنا ما هو ده اللي احنا يعني المركز في اساسه انشئ لهذا، اللي هو مواجهه فوضى الفتاوى ونشر الفكر الوسطي والدعم النفسي للشباب. فبالتالي انا عندي لما حد يفتي بغير علم ويقول ان انا البيع بالتقسيط حرام، مع ان ده يعني جماهير العلماء على جواز البيع بالتقسيط، يعني ده حتى مفيش فيه اشكال عندهم، فيجي يقول ان انا بس حتى لا الفتوى كانت لسه خارجه قريب، يعني أيوة معنى كده ان في العديد من الاسئله بتتناول هذا الملف، يعني فكر شاذ. هو لا يدري وعرف شيئا وغابت عنه أشياء هو ما يعرفش. وإحنا للأسف دلوقتي، وده إحنا برضو اللي قائمين عليه في المركز الآن، في مشروع علمي كامل متكامل عندنا اسمه بنك الفتاوى الإلكتروني أو الأرشيف أو فتاوى الأرشيف الإلكتروني وبنك الفتاوى للأزهر الشريف. الأرشيف الإلكتروني وبنك الفتاوى قسم الآن مشروع كامل بينشأ في المركز. ليه؟ بحيث ان لما حد يضرب على جوجل في البحث اي فتوى او اي سؤال، احنا عايزين نتصدر بعد كده زي بقيه المواقع اللي موجوده. يبقى الازهر الشريف له أول بنك حاجة فتاوى، تظهر له الفتاوى اللي موجوده في الازهر الشريف والمعتمده والتي مرت على مراحل ووصلت الى هيئه كبار العلماء لمراجعتها ثم نشرها بين الناس. يبقاش الامر فوضى. بعض الشباب الان يضرب على جوجل، هو شيخه جوجل، يكتب بالفتوى يطلع له مواقع كلها، ممكن تكون مواقع كلها اغلبها شاذ، فتاوى مجتزئه تعتمد على راي واحد، تعتمد على الاحاديه في الفهم، لا تواكب الواقع، ما عندوش تصور كامل للبيئه اللي انا عايشها، ممكن ياخد في فتاوى في دول اخرى يطبقها على نفسه، وده كله خطا في خطا. فانا عندنا الان في المركز ده برضو من اقسام المركز بنك الفتاوى قائم الآن على إعداد مشروع كامل لهذه الفتاوى ويتصدر في البحث في جوجل. نعم. إن شاء الله. طب أنا عايز أسأل برضو حضرتك عن مواكبة العصر اللي احنا فيه، طرق اكتذاب الشباب وعقولهم عشان يتابعوا ما يصدر عن الأزهر الشريف، خاصة في ظل انتشار بقى زي ما حضرتك بتقول صفحات كتير ومواقع كتير كل يغني. نعم. على ليلى. نعم. أكيد الموضوع صعب وتحدي، إيه الأساليب اللي صفحة الأزهر أو الأزهر بشكل عام بيلجأ إليها لجذب الشباب؟ علشان يعني برضو خلينا في الواقع، مش سهل إن أنت تروح تقول لشاب أو فتاة في سن اللي هو سن المراهقة المعلومة كذا حرام كذا حلال، خاصة اللغة المستخدمة. نعم. لازم تكون بتناسبهم. صح، كلام حضرتك تماما مظبوط. فده اللي أنا بتكلم فيه، ده في جانبين اللي حضرتك بتكلمي فيه، هو في جانبين عشان أوصل للشاب. في جانبين، أولا
يعني الأول أجعل الأول في عنده ثقة في علماء الأزهر، لأن إحنا للأسف عشنا فترات سابقة أحيانا في بعض الناس ظهروا لعمل فجوة بين الناس وبين الأزهر، يذموا في علماء الأزهر ويقولوا دول علماء كذا علماء كذا، عايز يطلب دنيا، يعني بيخلي في زعزعة ما بين الشباب وبين علماء الأزهر، فبالتالي هو مش هيثق في فتاويهم ولا في كلامهم ولا في أي شيء يتعلق بيهم. دي أول حاجة أنا قائم عليها اللي هو المركز، إن أنا أزرع الثقة تاني في الشباب بينه وبين علماء الأزهر، يثق فيهم الأول. تاني حاجة بقى أكلمه بلغته، أيوه إحنا الآن عملنا مطويات وكتب باللغة العامية، بل إحنا عاملين مشروع كامل أيضا في المركز اسمه مشروع رسائل. رسائل ده عبارة عن فيديو كله بالعامية، سكريبت كله بالعامي، الشيخ بيتكلم بالعامية، بيتكلم بقى في مثلا تكلمنا عن حاجة اسمها طلاق الأولاد. شوف مفاهيم طلاق الأولاد، يعني بعد الأسرة الأب يتخلى عن أولاده وكذلك، يعني إحنا بنتكلم بلغة الشباب، الكلام كله بالعامية، كلام عن معاني القرآن الكريم نتكلم برضه بالعامية، ماذا لو كنت كذا، ماذا، الكلام كله رسائل علمية وفي نفس الوقت في قالب يفهمه الشباب اللي هو بلغته العامية. ده جانب قائم مشروع اسمه مشروع رسائل، هو موجود على صفحتنا أيضا. طيب في مطويات وكتب بالعامية، أيوة بنعمل الآن مطويات وكتب بالعامية. الصفحة دي عليها كام؟ معلش يعني لغايه دلوقتي دخل عليها قد ايه؟ ما يقرب من نص مليون. نص مليون. نعم. والحجم التساؤلات اللي بتجي لكم تقريبا بيبقى برضو قد ايه عشان نعرف بس مدى التجاوب مدى انتشارها قد ايه؟ لا هو الفتره الاخيره لو جمعنا يعني كل شيء من استفسارات سواء من حالات لم الشمل او من فتاوى، لا ده يعدي ملايين. يعدي ملايين يعني. عندها تقارير، عندها تقارير موثقه بالارقام لحد 21 بالملايين. نعم. في كل الجوانب، سواء بقى في حالات لم الشمل، سواء في الدعم النفسي، سواء في الفتاوى الالكترونيه المتعلقه بالموقع او بصفحه الفيس. احنا الصفحه الواحده او في تطبيق ديني لكل المصريين. نعم. او احنا في تطبيق عندنا يا فندم. أيوه. تطبيق برضو موجود على متجر بلير، تطبيق باسم المركز. ده موجود برضو، بتبعت عليه رسائل مكتوبه ويصلنا السؤال، وفي جماعه متخصصين مننا للرد على هذه الرسائل النصيه مكتوبه. يعني ايضا التطبيق بننزله على التليفونات دلوقتي متاح. ايوه متاح مع الجميع. دي حاجه عظيمه باسم المركز الازهر العالمي للرصد والفتوى الالكترونيه. ده اسمه. طب اتفضل حضرتك كمل. ايه تاني بعد المطويات والكتب بالعاميه؟ حضرتك كنت لسه يعني بتكمل اساليب. من الاساليب ايضا ان انا بقى بنزل للشباب في المراكز. مراكز الشباب احنا نزلنا فتره كبيره جدا في مراكز الشباب وفي الجامعات، ورحنا الجامعات معظمها في المحافظات والى الان شغاله، ان انا دايما بتكلم مع الشاب، مش بكلمه باسلوب اللغه العربيه اللي هو العالي جدا عليه، لا انا بتكلم معاه بلغته السهله البسيطه، وفي نفس الامر بفتح المجال للاسئله في كل شيء. وحتى احنا رحنا المحافظات وكنا نشوف الشباب والبنات والفتيات بعد ما خلص المحاضرات بيقفوا معانا بالنص ساعه والساعه يسالونا في كل حاجه. فده دليل ان احنا انا قدرت اتاثر فيه، وقدرت ان انا يعني اخليه يسالني ويثق في كلامنا، لان احنا كلنا بنعمل للرساله اللي ربنا وضعها علينا وعلى عاتقنا، شعورا بالمسؤوليه التي يعني جعلها الله تعالى على عاتقنا، مش شعورا بالأهلية، لكن ربنا وضعنا في مكان تأكيد. لازم نكون نضع بصمة فيه، ونكون ان احنا يعني على قد المسؤولية التي وضعها الله في مكانها، ونكون ان شاء الله يعني على ثقتهم. بالتأكيد. ودائما والأزهر طبعا مرة تانية يعني ما فيش شك في أهميته وفي دوره، وهو منارة العلم، وحيفضل دايما بالتأكيد منارة العلم. كل الشكر للشيخ محمد عماوي، عضو مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية. شرفتنا وأفدتنا. كل الشكر والتقدير لكل هذه الجهود بالتأكيد. نخرج